أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب السعودية. جمعة مباركة نتمناها للجميع ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال النهار اليوم، حيث يسود طقس مستقر، ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية نشطة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا غبار خفيف 18 إلى 6، عرعر 20 إلى 6، وتبوك 17 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 27 إلى 19، المدينة المنورة 26 إلى 12، مكة المكرمة 29 إلى 18، والطائف 21 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 13، أبها 23 إلى 10، وجازان 28 إلى 23. أخير المنطقة الشرقية، الدمام 25 إلى 17، حفر الباطن 28 إلى 12، والإحساء 29 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 30 إلى 17، بريدة 27 إلى 10، وحائل 22 إلى 10 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.